أثقلت أجسادهم هموم الحياة. غلاء الأسعار هنا في مدينة سيرت لا يرحم غنيا ولا فقيرا، فهي تكوي بنارها كل من اقترب منها. فالكثير من أهالي المدينة يشتكون منذ فترة من زيادة الأسعار في مختلف السلع الغذائية، خاصة الخضروات واللحوم البيضاء والحمراء. فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر كيلو البصل من دينارين إلى 9 دنانير، أما الفلفل فقد ارتفع من دينار ونصف إلى 4 دنانير. عمرك ريت أنت الفلفل الأخضر يصل إلى 4 دينار في الكيلو الواحد؟ هذا شيء ما احنا قبل ناخذه فيه بدينار ودينار ونص، وزوج جنيه تو 4 دينار، هم اثنين. والخضره متوفره بكثره، الى ان البياعين اشتدوا في الثمن، والشراي مش قادر يشري، يروح باقل من حاجته. يعني غلاء ياتي في ظل تاخر الحكومه في صرف مرتبات المواطنين منذ 3 أشهر مضت، مع وعود بصرف المنح الخاصه بالاطفال وفئة غير العاملات قبل حلول شهر رمضان المبارك. يا ناس رانا تعبنا، ملينا والله، ملينا وفدينا. يا رب معقول البصل الوطني يوصل 9 دينار؟ وين الاقتصاد؟ وين المسؤولين؟ وينك يا عميد بلدية؟ وينك يا حرس بلدي؟ مش معقول اكي، والله ما هو معقول. الله جاينا شهر رمضان معناه بناخذوه بكم؟ ب20 جنيه؟ مش معقول. المصري قلتوا ما ينفعش، بعد يروا بديل انتم. باي ادعم الاقتصاد انتم، الدوله وين؟ المفروض تدعم الاقتصاد. مش معقول اكي، في اللي ما لاقي يلحق حتى على حق خبزه بيلحق على البصل. تظل الاسعار في الاسواق وارتفاعها الهاجس الذي يؤرق المواطنين، كونه يتعلق بالحياه اليوميه والتزاماتها والتي ترهق ميزانياته في بعض الاحيان بتذبذبها وعدم استقرارها.